الحوت الأزرق هو أكبر حيوان في العالم وحتى في كل التاريخ. غالباً ما يصل طول هذه العمالقة من 25 إلى 30 متراً وتزن أكثر من 100 طن. لكن الناس واجهوا أيضاً حيتاناً أكبر. في هذه الحلقة سأعرض عليكم أضخم حيتان في العالم وفي التاريخ، وسأخبركم عن المخلوقات البحرية الكبيرة الأخرى. هيا بنا. الأكبر في التاريخ عملياً أي حوت أزرق ضخم. كل هذه الحيوانات كبيرة جداً وضخمة وطويلة وما إلى ذلك، ولكن هناك أيضاً أرقام قياسية بينها تم تسجيلها عندما كان لا يزال مسموحاً بصيد الحيتان. يمكن وزن الحيتان التي صيدت وقياسها بأمان، لذا إن العثور على لقطات لهذه الحيتان القياسية يكاد يكون مستحيلاً. أطول حوت تم تسجيله كان أنثى صيدت عام 1926 قرب جزر شيتلاند الجنوبية بالقطب الجنوبي. لا يوجد صورة لها، ولكن هناك صورة أخرى لما يمكن أن تبدو عليه هذه الأنثى. كان طولها 33.58 متراً، وبعدها بدأوا يقولون إن الحيتان تنمو بطول يصل ل 33 متراً. تزن هذه الأنثى حوالي 150 طناً، لكن هذا ليس الحد الأقصى. من المعروف أن الحيتان تزن أكثر من 180 طناً. عام 1947 صيد حوت وزنه 190 طناً، ولكن ليس هذا هو الحد. بشكل لا يصدق عثر على أضخم حوت أزرق في التاريخ منذ وقت ليس ببعيد، كما أنه تم التقاطه بالكاميرا. ها هو، تم تصويره في سبتمبر 2012 عندما سبح في المياه الساحلية لأستراليا. بالطبع لم يتم صيد هذا الحوت، لكن العلماء الذين راجعوا اللقطات خلصوا إلى أنه ربما يكون وزنه أكثر من 200 طن. كان حجمه ضعف حجم الحوت الأزرق العادي، وكان طوله ضخماً حوالي 30 متراً. لم يكن محطماً للأرقام القياسية فحسب، بل كان أيضاً هدية للأستراليين، لأنه في المكان الذي شوهد فيه لا يعثر على هذه العمالقة كثيراً بشكل عام. بالمناسبة في الواقع الحوت الأزرق ليس أكبر حيوان في العالم. لنكن أكثر دقة، الحوت الأزرق ليس نوعاً محدوداً، فهو مقسم لثلاثة أنواع فرعية: الشمال والقطب الجنوبي والأقزام. نحن مهتمون بالأنواع الفرعية في القطب الجنوبي. يعتبر هذا النوع الفرعي هو الأكبر في العالم بأسره وفي كل التاريخ. غالباً ما يتم العثور على حاملي السجلات من بين هذه العمالقة، وهو غالباً ما يصل طوله إلى 30 متراً أو أكثر، ويزن أكثر من 150 طناً. كما أنه أكثر الأنواع الفرعية عدداً، والذي يشكل الجزء الأكبر من هذه الحيتان. بالمناسبة، يترك الكثير مما هو مرغوب به. فقط 10 لـ25 ألفاً من هذه الحيتان تبقى في العالم. يعد الحوت الأزرق في القطب الجنوبي رقماً قياسياً ليس فقط من حيث الحجم، كما أن لديه أكبر أجزاء جسم لأي حيوان، لكن ليس جميعها. مثلاً حلقة صغيرة جداً، قطره يبلغ فقط 10 سنتيمترات، لذلك لا يمكن له بالتأكيد أن يأكل أي شخص، لكن يمكنه أن يأكل عدة أطنان من الكريل في اليوم، لذا فإن شهيته تحطم الرقم القياسي. يمتلك أيضاً أكبر قلب ولسان في كل العالم. الحيتان الزرقاء في هذا العالم أيضاً صاخبة جداً، يصل حجم صرخاتها إلى 190 ديسيبل، صاروخ ينطلق ويطير في الفضاء بنفس الصوت. إنه لأمر مؤسف أن هذه العمالقة المذهلة قد تنقرض قريباً بسبب النشاط البشري. لكن دعونا لا نتحدث عن الأشياء المحزنة، لنأخذ عقولنا عن الحيتان وننظر إلى عمالقة المحيط الأخرى. استمر في المشاهدة لترى قناديل البحر ذات لوامس بطول عشرات الأمتار، وسمك الراي الضخم والأخطبوط العملاق الذي لا تريد أن تصادفه وغيرها. قنديل لبدة الأسد. ماذا تتخيل قنديل البحر؟ أنا أفكر دائماً في سبونج بوب وبسيط يطاردون القنديل الوردي في قاع الهامور، أو يمكنك التفكير في قناديل البحر التي اعتاد مارلين ودوري الخوض فيها في البحث عن نيمو. بأي حال كلاهما ليس كبيراً جداً، لكن هناك بعض العمالقة الحقيقية بين هذه المخلوقات كقنديل لبدة الأسد المعروف باسم القنديل العملاق. يبدو غير واقعي، هذا هو أكبر قنديل بحر في كل العالم. يمكن أن تمتد لوامس بعض الأفراد لعدة عشرات من الأمتار، وكان أكبر قنديل مقاس له لوامس تصل إلى 36 متراً ونصف. هذا هو ارتفاع مبنى شاهق. كما أن جرس قنديل البحر مثير للإعجاب. بجانب هذا العملاق يبدو الغواصون أحياناً صغار. بالمناسبة ليس من الخطير جداً السباحة بالقرب منه. يمكن أن يلسع، ولكنه ليس قاتلاً كبعض قناديل البحر الأسترالية. التأثير الأقصى من لسعته هو الطفح الجلدي أو الحساسية. مانتا راي.
التالي هو الراي المهيبة. يطلق على هذه الراي أحياناً اسم شيطان البحر، لكنني شخصياً لن أسمي هذا المخلوق المذهل بذلك. إنها ليست شيطانية برغم أن مظهرها يمكن أن يخيف أي شخص. بعد كل شيء هي أكبر سمكة راي في العالم، يصل عرضها أحياناً لتسعة أمتار وتزن ثلاثة أطنان. قد يبدو أن مثل هذه الراي قادرة على التهام حتى إنسان، لكنها بالنسبة لنا لا تشكل أي خطر. تتغذى على يرقات الأسماك والعوالق الحيوانية، وهي بالتأكيد ليست مهتمة بالبشر. عندما علم البحارة والصيادون بهذه المعلومات قد تنفسوا الصعداء، ولكن قبلها خاف الكثيرون من الذهاب للبحر، واعتقد البحارة القدامى أنها يمكن أن تعانق السفينة بزعانفها وتسحبها إلى القاع. بالمناسبة هذه الحيوانات مثيرة بطريقة أخرى، إنها تحب الطيران. لكن في الحقيقة هذا هو ليست رحلة خاضعة للرقابة. تقفز الراي من الماء كالحيتان وتخطط قليلاً وتنشر زعانفها. قرش الحوت. ليست كل العمالقة خطرة على البشر كما رأيتم بالفعل. يعتبر قرش الحوت مثالاً آخراً على أن الحجم الكبير في حيوانات البحر لا يعني دائماً العدوان والغضب والخطر. إنه أكبر سمكة قرش وسمكة في العالم، يصل طوله غالباً إلى 12 متراً. أحياناً تنمو هذه المخلوقات بشكل أكبر، حتى 18 أو حتى 20 متراً، وتزن من 20 ل30 طن. إنها أكبر بكثير من قرش الثور أو القرش الأبيض الكبير، لكنها أكثر أماناً بآلاف المرات. لا تهاجم البشر أبداً، فهي تسبح في المحيط وتأكل العوالق ولا تسرع أبداً. نادراً ما تتجاوز سرعة قرش الحوت حتى 5 كيلومترات في الساعة. من المثير بالمناسبة أن قرش الحوت لديه أسنان أكثر بكثير من أقاربه المفترسة، يصل عددها إلى 15,000، لكنها صغيرة جداً ولا تسبب أي ضرر للبشر حتى لو عضهم قرش الحوت. بالمناسبة كما هو الحال بالنسبة للبشر، تتصرف بشكل مختلف معهم. بالنسبة لبعض الغواصين تأتي بنفسها، فهي مشهورة بفضولها ولا تمانع في قضاء الوقت بصحبة الناس. للبعض الآخر فإن قروش الحوت مختلفة، فهي تتجاهلهم ولا تتفاعل معهم. يستفيد الكثير من هذا ويركبون على ظهرها ويتشبثون بزعانفها. هذه تجربة مثيرة، لكن لا ينبغي عليك القيام بذلك، بل إنها محظورة في بعض البلدان. الحقيقة أنها غير مؤذية وضعيفة وتصاب بسهولة، لذا فإن اللمسة المتهورة يمكن أن تضرها. يستحق هذا الجمال الحماية، فهذه القروش مهددة بالانقراض. الحوت القاتل. أخيراً وصلنا للمفترس الحقيقي. ربما يكون الحوت القاتل أكبر وأخطر صياد بحري في عصرنا. يصل طول هذا المخلوق إلى 10 أمتار ويزن حوالي 8 أطنان. يستخدم هذا الحوت حجمه بنجاح، وطور مهارات ذكائه والصيد التكتيكي. ليس بدون سبب يطلق عليه الحوت القاتل. إنه قاس بدم بارد وعديم الرحمة لفرائسه. يمكن لأي أحد أن يصبح فريسة له، لأنه يحتاج إلى تناول الكثير من الطعام ليحافظ على لياقته. تعاني الفقمات من هجماته غالباً. لطالما عرف كيف تحب هذه المخلوقات أن تستريح على الجليد في وسط البحر، لا يوجد عائق له. يجتمع في مجموعة وتبدأ المجموعة في ضرب الجليد وخلق موجات في محاولة لإلقاء فرائسها في الماء، وعادة ما تنجح. لا يخاف أيضاً من اصطياد أسماك القرش الخطرة. يمكنه صيد مجموعة صغيرة من أسماك القرش والعودة مع النصر وبعض الفرائس. كما أنه لا يخشى مهاجمة حتى الحيتان. قليل من الحيوانات في المحيط قادرة على التعامل مع هذا العملاق بجانبه. مع كل هذا من المدهش أن هذا الحوت ليس خطيراً على البشر. بتعبير أدق، خطير فقط في الأسر عندما يجن من قلة المساحة والطعام. هناك حالات هاجم مدربي الحيوانات وانتهى الأمر بشكل مأساوي. في البرية يمكنه مهاجمة سفينة أو قارب أو ضرب سباح بطريق الخطأ أثناء مطاردة شيء ما، ولكن إذا كان السباح بجواره مباشرة لا يوجد ما يدعو للقلق. غالباً ما تسبح مع الغواصين وتستمتع معهم. لا يلعب هذا الحوت مع البشر فحسب، بل أيضاً مع الحيوان التالي لهذه الحلقة، سمكة شمس المحيط. لكن يبدو لي أنه يلعب بسخرية إلى حد ما مع الفريسة للتخلص منها لاحقاً. سمكة شمس المحيط كبيرة، وعندما يكون بالقرب منها إنسان وليس حوتاً قاتلاً يصبح ذلك واضحاً. هذه المخلوقات هي أثقل الأسماك العظمية في العالم، ويمكن أن تتجاوز كتلتها 2 طن. في أكتوبر الماضي قبالة سواحل جزر الأزور اصطادوا جثة سمكة شمس المحيط التي تزن 2744 كيلوغرام، وكان هذا الرقم القياسي المطلق للأسماك العظمية.
فضلاً عن ذلك تعد هذه الأسماك أكثر الأنواع غزارة بين الفقاريات، يمكن أن تنتج حوالي 300 مليون بيضة في المرة الواحدة. هذا رقم رائع حقاً، يصعب تصديقه لكنه حقيقي. مع ذلك فإن الأم لا تعتني بنسلها أبداً، وتموت كل هذه البيضات تقريباً. وهذه السمكة ضعيفة جداً، وغالباً ما تأكلها أسود البحر والحيتان القاتلة وأسماك القرش، لذلك ليس مستغرباً أن تعتبر هذه الأنواع معرضة للخطر. أخطبوط المحيط الهادئ العملاق. لا يزال البعض يعتقد أن الكراكن حقيقي ويعيش في مكان ما في المحيط. إذا كان هذا ما تعتقده أيضاً فأنت على حق، الكراكن حقيقي على الأقل في هذا الشكل. لا جدياً، يمكن أن يعد الأخطبوط العملاق في المحيط الهادئ بطفل من الكراكن الأسطوري، لأنه ببساطة مذهل من حيث الحجم. يمكن أن يصل طول بعض الأفراد لتسعة أمتار، ويبلغ وزنها 200 كيلوغرام تقريباً. تعيش هذه المخلوقات في المحيط الهادئ على أعماق كبيرة، حيث تصطاد القشريات والرخويات وأحياناً الغواصين. كانت هناك حالات هاجم فيها الأخطبوط الغواصين عن طريق لف مجساته المخيفة حولهم، ووفقاً لتقارير أصبح عدد من الغواصين ضحايا لهذه الكراكن في هذا العالم. الأمر متروك لك لتصدقه. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات أي عملاق بحر أعجبك أكثر. شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.